بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء، واجعل ما يقوله في ميزان حسناتنا ونفعنا بعلمه. هذه قراءة في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الحديث السابع عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، وقد روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح عن تميم الداري، لأن التميم يصرف على وزن فاعل، عن تميم الداري. نعم، أحسن الله إليك. عن تميم الداري، وقد روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الترمذي من هذا الوجه. فمن العلماء من صححه من الطريقين جميعا، ومنهم من قال إن الصحيح حديث تميم والإسناد الآخر وهم. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وثوبان وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن، ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. وخرج الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمته ومن لم يم أحسن الله إليك. ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة. وعلى كل هذا الحديث، من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا جاء عن أبي ذر، وهو حديث ضعيف. وأيضا بالنسبة لحديث ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وأجود منهما هو بين يدينا. أما بالنسبة لحديث الدين النصيحة عن ابن عباس فهو حديث معلول، وأصح ما روي في الباب هو حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. ومدار الأحاديث الأربعة التي ذكرها هنا وقد مرت معنا رعاكم الله في أول هذا الكتاب، فذكرناها وأيضا هنا نعيدها للفائدة أيضا. ولذلك قال أهل العلم عن أبي داود السجستاني صاحب السنن أنه كتب إلى أهل مكة وقال: كتبت بأنامري هاتين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 400,000 حديث، الصحيح منها 4,000. اسمع الكلام، كتب لهم 400,000 حديث، الصحيح منها 4,000، تجزئ عنها 4 أحاديث: الأول الأعمال بالنيات، الثاني الحلال بين الحرام بين، الثالث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، والرابع من حسن إسلام تركه ما لا يعني. ولذلك قال الفقيه أبو الحسن طاهر ابن سفور
قال عمدة الدين عندنا كلمات، كلمات أربع من كلام، كلمات أربع من كلام خير البرية. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك، واعملا واعملا بنية، واعملا واعملا بنية. نعم أحسن الله إليكم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب ما تعبدني ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي. وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة أمورهم، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. فأما الأول وهو النصح للمسلمين، ولذلك رضي الله عنكم هذا الحديث الذي مر معنا وإن كان ضعيفا، أعني حديث صدي بن عجلان عند أحمد في المسند: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي، وإن كان ضعيفا فهو صحيح المعنى ويدل على صحة معناه ما بين يدينا الآن من هذا الحديث، أعني حديث تميم هذا الذي بين يدينا. نعم أحسن الله إليك. فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما، ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفيها قصة مسلم، تأذن لي هنا، فيها قصة هذه ذكرناها، روى أبو القاسم الطبراني في معجمه وكذا الأثرم وغيرهما أن جرير ابن عبد الله البجلي الأمير اليماني أرسل غلامه يوما يشتري له فرسا، فاشترى له الفرس وعاد الغلام، فقال: بكم اشتريته؟ قال: بأربعمائة درهم. فركب عليه جرير يجربه، فقال: إنه يسوى أكثر من ذلك علي بصاحب الفرس. فلما جاءه صاحب الفرس قال: إن فرسك هذا يسوى أكثر من ذلك، أتبيعني بخمسمائة؟ قال: بعتك. قال: يسوى أكثر من ذلك، أتبيعني بستمائة؟ قال: بعتك. قال: يسوى أكثر من ذلك، أتبيعني بسبعمائة؟ قال: بعتك. قال: يسوى أكثر من ذلك، أتبيعني بثمانمائة؟ قال: بعتك. قال: نعم، هو ثمنها، وأعطاه. تعجب هنا الرجل، أول مرة يحدث له مثل هذا. تعرفون الآن الناس تدور على الصيدة، البيع الصيدة، البيع اللقطة كما يسمونها. فأنت الآن جالس: إيش هذا؟ ما من هذا الرجل؟ فقال: إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، لا إله إلا الله، بمثل هذا ساد هؤلاء الرجال. فيأتي واحد الآن يقول لك: هم رجال ونحن رجال، يقول له: كذاب، هم رجال وأنت شيء آخر، لا علاقة لك بالرجولة، كذاب أنك تقول هم رجال ونحن رجال. تريد بعض الناس تلقاه فاسق فاجر زنديق يقول لك على الصحابة: هم رجال ونحن رجال، نقول له: كذبت وألقمت الحجر وقلت العجر والبجر، يا عزير يا كسير يا من ليس فيك خير، هم رجال وأنت ما تأتي قلامة أظفار الرجال. أسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وروي هذا الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي المسند وغيره عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل. لا يغل، أحسن الله إليك. قال: ثلاث لا يغل عليهن لا يغل لا يغل، يعني معناه ان هذه الثلاثه الاشياء لا يكون في صدرك حرج منها، عليك ان تقبلها وان تعمل بها طيبه بها نفسك. نعم. شيخ، انا عندي الياء مفتوحه والغين مكسوره. لا يغل. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وقد روى هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. وقد روي حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرجه الدارقطني في الأفراد بإسناد جيد. ثلاث لا يغل عليهن، يعني لا يصيبك عليها إيش الغل. وقال ثلاث يعني ثلاث خصال، يعني إيش يعني ثلاث خصال ينبغي أنه لا يكون في صدرك منها أي غل ولا حسد. فهنا يغل بضم الياء المثناة التحتانية وخفض الغين المعجمة وتثقيل اللام، وتثقيل اللام مع رفعها، وتثقيل اللام مع رفعها، يعني هذه الثلاث لا من الإغلال وهو الخيانة. وأيضا ضبطت لا يغل كما ذكرنا آنفا، إذن مضبوطة بضبطين، بفتح وخفض الغين المعجمة، لا يغل ولا يغل. فإذا قلنا لا يغل يعني لا يكون في قلبك حقد منها، عليك أن تتمسك بها ظاهرا وباطنا. وإن قلنا لا يغل يعني لا يكون عند فيك خيانة في هذه الثلاث، لا يكون فيك خيانة في هذه الثلاث. نعم. ولما تأتي تتأمل، معذرة، ولما تأتي تتأمل وقد روي في حديث هذه أبي سعيد الثلاث، بلفظ آخر خرجه الدارقطني في الأفراد بإسناد جيد. ولما تأتي تتأمل في هذه الثلاث تجد أن هذا الحديث من دلائل النبوة. فالأولى لها علاقة بالله عز وجل، وهي إخلاص العمل لله، يعني ينبغي ألا تكون حاقدا في ذلك ولا خائنا في ذلك. لا ترجو بعملك الناس، لا تقصد بعملك إلا رب الناس تبارك وتعالى ورضاه، دون غرض من أغراض الدنيا. والأمر الثاني العلاقة بينك وبين ولاة الأمر، وهي النصح لهم وإرادة الخير لهم وأن يطيعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا، ما داموا لم يظهروا كفرا بواحا. ونصيحة عامة المسلمين هي إرشادهم إلى المصالح وترك المفاسد. والثالثة ولزوم جماعتهم، يعني موافقتهم في الاعتقاد والعمل الصالح من صلاة الجمعة والجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني دعوة المسلمين محيطة بهم فتحرسهم من ومن الضلالة. وهذا فيه بيان أن من خرج من جماعتهم لم ينل بركتهم، من خرج من جماعتهم لم ينل بركتهم ولا بركة دعائهم، لأنه خرج عما أحاطت بهم من ورائهم.
وهذا فيه دلالة على الإنسان يحفظ السنة ويبلغها للناس، وبيان فضل العلماء والتناصح بين المسلمين ولزوم جماعتهم والنصح لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. نعم. ما شاء الله إليك. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فضيلتك فضيلتك الياء قولا واحدا مضمومة فضيلتك، إنما الضبط للغين فتحا وخفضا، لا يغل ولا يغل، أما الياء قولا واحدا هي مضمومة. رعاكم الله. صلى الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحقها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لإمامهم، كما أخبر الله بذلك عن نوح وعن صالح، وقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه، بشرطه أن يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه، فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يندرج في القاعدة العظيمة التي تقول: البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. هذا يدخل في هذا الحديث رعاكم الله. أن تكون في مكان عليك أن تنصح إن وجدت منكرا وإن وجدت مخالفة، كما مر معنا كثيرا هذه القاعدة رعاكم الله. نعم. ولذلك أين الناصحون الآن؟ قلما تجد من ينصح، وقلما تجد من يقبل النصيحة، حتى إن بعض الناس لما تنصحه يبدأ في جفائك والبعد عنك، بل بالعكس ينبغي أنك من نصحك أن تتمسك به، أخوك الحق معك الذي يضر نفسه لينفعك، وإذا مريب الزمان صدعك شتت شمله فيك ليجمعك. والنصح من علامات المسلمين، وتركه من علامات المنافقين، فالمسلمون نصح والمنافقون غشش. المسلمون نصح أيها الكرام الفضلاء، وهذا قول علي، قال: المؤمنون نصح والمنافقون غشش. فالمسلم رعاكم الله لابد أن يكون ناصحا وإن تفرق الناس من حوله، لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإن النصيحة وإن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. ولذلك هذه هي أحوال المسلم مع أخيه المسلم، لا ينبغي أن ترى باطلا فتسكت عنه، لا ينبغي أنك أنت ما رأيت أنك أنت لا تسكت عنه أبدا، لا تسكت عنه أبدا. وأيضا جاء عن قتادة عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون نصح بعضهم لبعض يودون وإن تفرقت ديارهم، والمنافقون غشش بعضهم لبعض وإن اجتمعت ديارهم. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى: نعم لا إله إلا الله، قال ربنا تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ليه؟ لأن بينهم التراحم والتناصح. ولما تكلم عن المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لأنهم أصحاب مصالح وليست أصحاب ديانة.
أما المسلم يا كرام يا فضلاء ينصح أخاه لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بل كان السلف رحمهم الله لما يأتون سفرا تجد الواحد منهم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول أوصني، هذه النصيحة، يقول أوصني. ما معنى أوصني؟ انصحني، خذ بيدي. هذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين أيها الكرام الفضلاء. لا تتوقف أبدا عن النصيحة في حيك الذي أنت فيه، في مسجدك، بين أسرتك، مع زوجك، مع أولادك، في مجال عملك. قل الكلمة وامضي، قل الكلمة وامضي، لا تريد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نكون أيها الكرام الفضلاء عبارة عن شياطين صامتة، ترى المنكر وترى الخطأ وترى الغلط وتسكت. وهذا من هذا يعتبر من الغش، أن المسلم لا ينصح، هذا من الغش. نسأل الله السلامة والعافية. ديننا كله النصيحة. هذا الحديث لما شرح الشيخ ابن عثيمين قال الدين النصيحة أسلوب حصر وقصر، وفيه محذوف مقدر، ما الدين إلا النصيحة، لا إله إلا الله، ما الدين إلا النصيحة. هذا ولذلك تجدون في أصحاب المذاهب الأخرى سواء كان تبليغ على صوفية على حزبية إلى غير ذلك لا يتناصحون، يجتمعون على الباطل ويتفرقون على المنكر. أما المسلم ينصح، وإن تفرق بك من تفرق، والله لتجدنها غدا في موازين حسناتك لما يوقفك الله عز وجل بين يديه ويقول لك يا عبدي تمعر وجهك يوما لأجلي ونصحت من أجلي، فها أنا أثقل لك الميزان وأدخلك الجنان. بالله هذه كم تساوي، كم تساوي؟ مضى الماضون ومضى العلماء وبقي منهم في القدح المعلى والمنار المجلى من بذل النصح للمسلمين، والذين خانوا المسلمين ودلسوا عليهم وكذبوا عليهم ذهبوا لمزبلة التاريخ. وما أجمل ما كنا نسمع في الأمثال الجميلة التي كان يقولها لنا آباؤنا وأمهاتنا، قال يا بخت من بكاني وبكى علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. هذا هو النصح، يا بخت من بكاني وبكى علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. جالس طول الوقت يمنيك ويجعلك من أهل الجنان ومن أهل الروح والريحان، ولا يذكرك بأخطائك حتى اندققت على عنقك في البدع والضلالات. نسأل الله السلامة والعافية. بينما تأتي للشيخ الآخر الذي كان يأخذ بيدك للخير ويدلك عليه ويحذرك من البدع والضلالات، فتبدأ أنك أنت تعرض به في المجالس وتذكره بالسوء. مضت الأيام وظهر لك بهرج وزيف هذا المزيف، وظهر لك رونق وجمال هذا الناصح الأمين. وأنتم تعرفون أسماء كثيرة من الذين كذبوا ودلسوا على الناس، فماذا ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، والذين نصحوا للناس بقوا كالشمس في ربيعة النهار وكالعافية للناس. ولا نزكي على الله أحد، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ الوادعي ومن بقي منهم، الشيخ بن جبرين ومن بقي منهم، الشيخ الفوزان، الشيخ الخضير إلى غير ذلك، شيخنا الشيخ عبد الزراجحي إلى غير ذلك من هؤلاء المشائخ الكرام. ثبت الله من كان منهم حيا ورحم من كان منهم ميتا، وثبتنا وإياكم بالقول الثابت. فمن ينصحك شد يدك به، ومن يغشك فر منه فرار المجزوم من الأسد. نعم، أحسن الله إليكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، وسمى ذلك كله دينا. فإن النصح لله وسمى ذلك كله دينا، هذا اللي هو قاله شيخنا الشيخ بن عثيمين في شرح الأربعين، أسلوب حصر وقصر. وذلك قلت لكم هذا الكتاب الذي بين يدينا جامع علوم الحكم كتاب ماتع طويل النفس،
ينبغي أن يقرأ مرة واثنين وثلاثة بتأني وتدبر وتروي. رحمة الله على ابن رجب الحنبلي التي مات دون 60 وترك لنا هذا الإرث العظيم، فرحمه الله رحمة الأبرار. نعم. وسمى ذلك كله دينا، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجهها، وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو كان لأحدكم المراسيل، الحديث المرسل هو الذي يرويه الراوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسقط فيه الصحابي، وأكثر من ذلك مثل أبي قلابة، مثل مراسيل الحسن، سعيد بن المسيب، يعني يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين النبي مفاوز، وبينه وبين النبي طبقة الصحابة. وعلى كل حال يقولون إن المراسيل هي من باب الضعيف، وإلا مراسيل الحسن وسعيد ابن المسيب، إلا مراسيل الحسن وسعيد ابن المسيب، فإنهم يعني يقبلونها. ولذلك يقول الإمام القطان يحيى بن سعيد القطان قال: وجدت لمراسيله أصلا إلا حديثا أو حديثين. وقال أيضا أبو زرعة: كل شيء يقول الحسن فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث، ما خلا أربعة أحاديث أو ما خلا أربعة أحاديث، لأن خلا مرات يأتي بعدها مفعول به، وخلا أحيانا يأتي تعمل عمل الحرف الجر، يأتي ما بعدها مضاف. قال الذهبي أيضا فيه: مراسيل الحسن من أوهى المراسيل. وقال يا محمد أنها أضعف المراسيل، أنها أضعف المراسيل. ومراسيل لا إله إلا الله، ومراسيل سعيد بن مسيب هي الأصح في المراسيل، لأنه غالبا يرويها عن أبي هريرة، غالبا يرويها عن أبي هريرة. نعم. أحسن الله إليكم. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان، فكان أحدهما يطيعه إذا أمره، ويؤديه إذا أؤتمنه، وينصح له إذا غاب عنه، وكان الآخر يعصيه إذا أمره، ويخونه إذا أؤتمنه، ويغشه إذا غاب عنه، كانا سواء؟ قالوا: لا. قال: فكذلكم أنتم عند الله عز وجل. خرجه ابن أبي الدنيا. وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض: وأبو الأحوص واسمه، قال معذرة، خرجه مين؟ أعد فضيلتك. خرجه ابن أبي الدنيا. لا، اللي قبله أبو الأحوص إيش؟ وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص. نعم، ممتاز. أبو الأحوص هو سلام ابن سليم، سلام ابن سليم يكنى بأبي الأحوص، مات سنة 79 و100، سلام ابن سليم الكوفي مولاهم. نعم، تفضل. وهو روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وثقة
وهو ثقة إمام حافظ من الطبقة الخامسة عشرة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الفضيل بن عياض: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف عسى أن ينصحك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف ويغشاك إذا غبت ولا ينصحك ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. يا الله، هذا الذي يحدث، سبحان الله، يعني ينصح في الوجه بس، لكن إذا غبت عنه ما ينصح لك، سبحان الله. لص، نسأل الله السلامة والعافية. إذا شافك مثل جن سليمان، إذا رأك أمامه أظهر لك الود وأظهر لك أنه يعني يقوم بالأعمال كما هي، ولا وأنه يؤدي العمل على أفضل ما يكون. تجد هكذا في بعض الموظفين، طول ما المدير موجود تلقاه مثل الديدبان، لكن إذا خرج المدير من هنا وتجده أنه يسرق، وكذلك إذا خرج صاحب العمل يسرق إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وقال عبد العزيز بن رفيع: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من العمل؟ قال: من لا تحب أن يحمدك الناس عليه. قالوا: فما النصح لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإن عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى. قال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له. قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته. ولذلك يسمى الإسكافي ناصح، ويسمى الحائك ناصح. لماذا؟ لأنه يصلح لك ما فسد، يصلح لك ما فسد. نعم. فهذه النون الموحدة الفوقانية والصاد والحاء المهملتين معنى لغوي صحيح يدل على الخلوص والإرشاد. نصح يعني أرشده لما فيه خيره وصلاحه، ونصحه يعني أخلصه من شوائبه وأصلحه إذا كان بخرق أو إذا كان بقطع. ولذلك تأتي النصيحة نصح ينصح نصحا ونصاحة ونصاحية، ونصح الشيء خلصه، والناصح الخالص من العسل وغيره، كل شيء خلص من الشوائب يسمى ناصح. طعام الناصح، عسل الناصح، ثوب الناصح، حذاء الناصح، كل شيء خلص فقد نصح. فأصلها في اللغة الخلوص، والنصح نقيض الغش، النصح نقيض الغش. ولذلك يقول الخطابي رحمه الله كما نقل ابن حجر في الفتح: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. يا الله على الكلام، يعني أنا أريد لك الخير، أريد لك الخير، ما أبغى منك شيء، لا أريد مالك ولا جاهك ولا سيارتك ولا دبتك. حيازة الحظ يعني الخير للمنصوح لهم. وقال الجرجاني في التعريفات، قلنا لكم كتب احفظوها، الكليات للكفوي، التعريفات للجرجاني، ولا إله إلا الله الكتاب الآخر الثالث لأبي هلال العسكري، لأبي هلال العسكري، من يذكرني في اسمه يا شباب؟
ذكرنا قبل ذلك، قلنا هذا لا ينبغي أن يخلو منه مكتبة طالب علم، كتاب الإمام أبي هلال العسكري، كتاب مهم جدا. فمن يذكرنا، يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب أبته، إن الحديث عن الحبيب حبيب، ملأ الضلوع وفاض عن أجنابها، قلب إذا ذكر النبي يذوب، لا زال ضاربا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوبه. ها ايش الكتاب يا شباب؟ ها الفروق اللغوية، الفروق اللغوية، 3 كتب. الفروق اللغوية اللي هو مثلا يقول لك ايش الفرق بين النصيحة والتعيير، هذا أبي هلال العسكري. كتاب التعريفات تجده عند الجرجاني، كتاب الكليات عند الكافي. قال الجرجاني في التعريفات: النص إخلاص العمل عن شوائب الفساد، لا إله إلا، والنصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح، والنهي عما فيه الفساد. ولذلك لما نقول نصحني وعيرني، لا، في فرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة والتعيير يشتركان في أمر، أن كلا منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره. النصيحة ما حد يحبها إلا من وفقه الله، والتعيير ما من باب أولى. فهم يشتركان في هذا، أن يسمعك الطرف الآخر شيئا أنت ما تحب تسمعه، ويفترقان أن النصيحة فيها مصلحة والتعيير فيها ذم وعيب وإظهار شماتة وإشاعة سوء. أرأيتم هذا الفرق بين هذه وبين هذه؟ هذا الفرق بين هذه وبين إيش؟ وبين هذه. ولذلك الإمام ابن رجب الحنبلي عنده كتاب اسمه الفرق بين النصيحة والتعيير. الفرق بين، فهذا هو، النصيحة فيها مصلحة وأتت بها الشريعة، والتعيير لا تعيرن أخاك بما فيه فيعافيه الله ويبتليك وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. والترغيب في النصيحة أتت بها الشريعة، أتت بها إيش؟ الشريعة، كما في هذا الحديث الذي بين يدينا. والسلف لهم أقوال في النصيحة. ابن عباس لما سئل كما عند ابن أبي شيبة عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، قال: إن كنت فاعل ولا بد ففيما بينك وبينه. يا الله، يعني ما تشيعه، لأن هذا برضو السلطان له مكانته وقدره، فلا تشيع النصيحة في الأسافير أو في الإذاعة أو في شيء يترتب عليه ضرر. وقال الإمام أحمد رحمه الله، وسيأتي معنا هذا الكلام الآن في ما هو بين يدينا الآن في هذا جامع الحكم، قال: ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم. يعني لأنك أنت المسلم من وراء في فائدة، من وراء في فائدة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله، وكل هذا ستأتي معنا في هذا السفر. على كل حال، القصد رعاكم الله أن الإنسان يعني يبد أن يكون ناصحا ولا يتأخر عن النصيحة، فالنصيحة هي لب الدين وجوهر الإيمان ودليل حب الخير للغير، وأيضا فيها تكثير الأصحاب وتقليل الحساد، وفيها صلاح المجتمع فتشيع فيه الفضيلة وتستر فيه الرذيلة. والله عز وجل حذر من: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفيها إحلال الرحمة والوداد مكان القسوة والشقاق، ومن قام بها على وجهها يستحق الإكرام لا اللوم والتقريع. أرأيتم من يقوم بها على وجهها يستحق أن نقول له جزاك الله خير وأن نشكره فنذكره، وليس أن تذمه. نعم، أحسن الله إليكم. فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتابه
الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته، وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. انتهى، صلى الله وسلم بارك على النبي. هذا والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم على أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.